لا تتحرك من مكانك، سيطرق بابك ذات يوم لتوصيل الوجبة أو المشتريات التي طلبتها أونلاين أو لمشاركة فريق طبي في فحص مريض بالمنزل. نعم، إنه الروبوت والذكاء الاصطناعي سلاح الإنسان الأول لتوفير المال والوقت وتطوير كل مجالات الحياة حتى المدمر منها، مثل القرصنة الإلكترونية والحروب. انتباه، الروبوتات تستعد للهجوم. في السنوات الأخيرة دخل الروبوت والماكينة الذكية كل مجالات العمل بديلاً عن اليد الإنسانية التي تخطئ أحياناً وتحتاج للراحة، فهو لا يخطئ ولا يطلب راحة أو عطلة. اتجه الذكاء الاصطناعي مثلاً إلى مجال العوالم الافتراضية، لأن السحر الأكبر لألعاب الفيديو الجديدة هو التصميم الخارق الذي يجعل اللاعب يعيش لعبته ميدانياً ويتخيل نفسه وسط الوحوش والغابات والكائنات الفضائية بمجرد أن يضع على عينيه النظارة ثلاثية الأبعاد. ثورة الذكاء الاصطناعي الكبيرة هي الطباعة ثلاثية الأبعاد، لا علاقة لها بالطباعة التي نعرفها، بل ماكينة ذكية نضع بها مواد مختلفة بمواصفات بالغة الدقة لتصنع منها في النهاية منتجاً نهائياً، آلات معدنية وأجزاء من السيارات والبيوت، لكنها الآن تستعد لتصنيع أعضاء بشرية من السيليكون وربما الجسم الإنساني بالكامل بنهاية العقد الحالي. الذكاء الاصطناعي يغير الكوكب وسكانه في أعوام قليلة، وبسبب التطور المذهل في سرعة وقدرة الإنترنت انتقلت أنشطة كثيرة من الحياة إلى الشاشات الصغيرة، مثل التعليم والترفيه والعمل عن بعد. ثم ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في معركة كورونا، انتشرت مسيحات درجة الحرارة في المطارات وأماكن الزحام، وانتقل التسوق إلى الإنترنت لينقذ التجارة في عام الوباء، ووصلت المشتريات للزبائن في بيوتهم عبر الرجال الآليين والمسيرات. يستولي الروبوت الآن على مستقبل توصيل المشتريات والطرود، كما يسيطر تدريجياً على مصانع السيارات والمنتجات الثقيلة. هل بإمكان الروبوت أن يكتب رواية؟ لا تتعجل الإجابة، لقد حدث بالفعل. هناك رواية يابانية بعنوان يوم كتب الكمبيوتر رواية، وربما يكون الذكاء الاصطناعي مبتكر موسيقى المستقبل. تلك المهمة التي بدأها قبل عقود مشاركاً، لكنه يلعبها الآن منفرداً ومدهشاً. ثم كانت مفاجأة أول إنسان آلي على قيد الحياة باستخدام حاسوب عملاق صممه باحث جامعة توفيتس. أول روبوتات حية في العالم ظهرت للوجود في عام 2020، استخدموا خلايا جذعية من الضفادع وابتكروا شكلاً جديداً تماماً من الحياة يبلغ عرضه مليمتراً، وأطلقوا عليها اسم زينوباتس، يمكنه تنظيف المحيطات ودخول الجسم البشري لأغراض طبية وعلاج نفسه من أي مرض بيولوجي بصورة ذاتية. قبل أن نحلم بعالم الرفاهية الذي يعمل فيه الروبوت مثل النحلة، هناك الخطر الأكبر، يوم يشعر الروبوت بالوعي الذاتي ويفكر وتصبح له تأملاته الخاصة وقراراته. يخشى العلماء من التطور الطبيعي للروبوت الحي، يوم يشعر ويحس بالأشياء ثم ربما يبدأ في التفكير واتخاذ القرارات بصورة ذاتية، يوم يخرج الروبوت عن السيطرة ليسجل أولى علامات القيامة التكنولوجية.